السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة الجزء الثاني. اتكلمنا امبارح على حاجة اسمها الايه؟ سكريتوري اند انتستين. دي حاجة خاصة بالانتستين. اتفقنا مسبقا ان السمول انتستين از ذا مين سايت فور ذا فاينل دايجيشن اند ابزوربشن اوف اول نيوتريشنال سورسز. النهاردة بقى هنشوف ازاي بيحصل عملية الدايجيشن، وان كانت عملية الدايجيشن بالنسبة لنا هي بايوكيمستري، لكن الفسيولوجي فين؟ ها؟ الفسيولوجي في الابزوربشن. في الابزوربشن. فنبدا نتكلم ونشوف الايه؟ ها؟ اول حاجه لازم تاخد زي ما قلت كده الدايجيشن، مش بتاخده علشان دايجيشن بايوكيمستري، لا انت تاخده علشان ها؟ الفسيولوجي اللي وصلك لايه؟ الفيتال نوليدج او الامبورتنت نوليدج اللي تقدر تتعامل بيها مع حياتك. فلو نظرنا نظره كده مسبقه او نظره شامله على المواد الغذائيه اللي بتاخدها، هتلاقيك بتاخد حاجه من اثنين، حاجات لها كالوري تطلع لك طاقه فبنسميها كالوريك فود، اللي هو يكون واحد من ثلاثه، يا كربوهيدرات يا ليبيد يا مين؟ يا بروتين. او تاخد حاجات نون كالوريك، يعني ما ايه؟ ملهاش دعوه بالكالوري خالص، اللي هو الووتر ها ومين؟ والفيتامينز والمينرال. عاوزين نقول ايه هنا؟ عاوزين نقول لو انت هتشرب عصير ولا هتشرب ميه، انه الاحسن؟ الميه. البيست سوليوشن فور هايدريشن از ذا ووتر. واي؟ عشان تافويد حاجه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي الديستربنس بتاع البلاد جلوكوز ليفل. الديستربنس بتاع البلاد جلوكوز ليفل، ان الجلوكوز بدوره هيأثر على البادي ويت فيما بعد. هيأثر على مين؟ على البادي ويت فيما بعد. فبنقول لو انت عاوز هايدريشن كويس، امسك بايدك واسنانك في مين؟ في الووتر. لو انت صايم هتفطر على مين؟ الميه، مش كده؟ او حاجات ها الافكت او الريليز بتاع الجلوكوز بيكون قليل، ما ترفعش البلاد جلوكوز مره واحده. ما تجيش وانت صايم طول النهار وتقوم شارب كوبايه عصير مليانه سكر. ليه؟ هتعمل رابيد اليفيشن اوف ذا بلاد جلوكوز ليفل. This rapid elevation when repeated may exhaust pancreas. ممكن يأثر على مين؟ يقول لك دايما لما تيجي تفطر بعد الصيام في شهر رمضان او انت بتفطر، افطر على الميه رقم واحد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، او التمر. مش معنى التمر؟ التمر ما يعملش rapid elevation of the blood glucose level. التمر بيعمل gradual elevation of the blood glucose level. ليه؟ علشان تخاف من السادن رايز بتاع البلاد جلوكوز. مين؟ السادن رايز بتاع البلاد جلوكوز. يبقى ده اللي انا عاوز اوصله لك من محاضره الدكتور، ايه تخاف من ايه وما تخافش من ايه. فانا بقول هنا الووتر ما فيش منه مشكله، الفيتامين والمينرال خد منها وحدث ولا حرج، الا في بعض الاحيان ما تاخدش ايه؟ حاجات معينه زي الحديد الكتير او الكالسيوم الكتير او الفيتامين دي الكتير، لا توكسيستي في بعض الاحيان، لكن ده مش القاعده، القاعده في المينرال والفيتامينز ها لكن في بعض السبيشال سيتويشن بتخاف منين؟ من التوكسيستي. لو جيت هنا للكالوريك، الحاجات اللي فيها كالوري عندك كم حاجه؟ كربوهيدرات وفات وبروتين. الاغلبيه في الاكل بتاعنا هو عباره عن مين يا شباب؟ الكربوهيدرات. لو جيت للكربوهيدرات هتلاقي يا بولي ساكرايد يا داي ساكرايد او مين؟ المونو ساكرايد. مين اكثر حاجه في الثلاثه في الاكل بتوعك؟ البولي ساكرايد. والبولي ساكرايد اللي هو عديد الكربوهيدرات او عديد الشجر، ممكن يكون صوره من الانيمال او ها البلانت. البلانت اللي هم مين؟ الستارش ها شيخ حاتم ومين؟ والسليلوز. الستارش والسليلوز، سهل مين الافضل؟ مين الامن بالنسبه لنا في الفسيولوجي؟ الستارش ده كارثه. الستارش ده كارثه. ليه كارثه؟ لانه عباره عن بولي جلوكوز، يعني عديد الجلوكوز بتاخده يحصل له كومبليت دايجيشن للجلوكوز. الكومبليت دايجيشن للجلوكوز ما بيتمش مره واحده. يعني ايه ما بيتمش مره واحده؟ بيفضل يتم في خطوات في الماوس وبعدين مش عارف فين وفين لغايه ما يوصل. فالتاثير بتاعه على البلاد جلوكوز بيمتد لفتره كبيره، بيسموه حاجه اسمها الجلايسيميك لود، الحمل اللي بتاعه. يعني ايه الحمل؟ الحمل يعني فتره ارتفاع البلاد جلوكوز لما تاخده. في حاجة اسمها جلايسيميك اندكس، المؤشر. يعني ايه المؤشر؟ لما تاخد المادة السكرية ترفع السكر بسرعة قد ايه؟ وحاجة اسمها جلايسيميك مين؟ فلود، الحمل. الكلام ده عشان البيزك نولوجي، عشان الميديسن، عشان الطب.
لان احنا كلنا عايشين في مجتمعات وفي سكر وفي مشاكل ضغط. ففي حاجه اسمها اي ماده سكريه عبد الله لها حاجه اسمها اندكس مؤشر اول ما تاخدها في دمك يتربع الجلوكوز قد ايه، وحاجه اسمها لود الحمل بتاعها هيفضل قد ايه، الاسترش الاندكس بتاعه كام، الاندكس بتاعه وصل ل 70 او 80، الاندكس من 0 ل 100 الاسترش بتصل ل 70 او 80. طب والحمل بتاعها 70 او 80 تفضل رافع البلد جلوكوز بنسبه 70%. لو خدت حاجه زي الابل تفاحه الاندكس بتاعها كام؟ ها الاندكس بتاعها حوالي 34، يعني ما بترفعش البلد جلوكوز ليفل بسرعه. طب واللود بتاعها 5 أو 6 ما بتاثرش على البلد جلوكوز على المستوى البعيد. يبقى لو في دايبيتك بيشنت تدي له رغيف عيش ولا تدي له حبايه تفاح؟ منين الكلام اللي انت بتعك فيه ده؟ عشان الكلام اللي انا بقوله ده. فالاسترش خطيره جدا جدا جدا. دايما نقول لك المريض السكر ما ياكلش رز، ما ياكلش نشويات. ليه؟ عشان الحمل الجلايسيمي بتاعها عالي، الجلايسيميك لود عالي، تفضل ترفع البلد جلوكوز بنسبه 70%. الجلايسيميك لود لو زاد عن 20 دي كارثه، بيبقى عالي، بنقول الماده بتاعها الجلايسيميك لود عالي. فالرز بيرفع بنسبه 70 او 80. النشويات البطاطس 70 او 80. يبقى الحاجات دي خطيره. طيب بدلها بمين بقى؟ بدل الاسترش بمين يا شباب؟ بالسليلوز، الحاجات اللي هي في الفم. هتلاقي الاندكس قليل واللود ماله؟ قليل، وده اللي انت عاوزه، الحمل بتاعك ما يتعبش البنكرياس. حاجه زي ها البطيخ مثلا مشهور قوي، الاندكس بتاعه كام؟ الاندكس بتاعه حوالي 72 و74. يعني بيرفع الجلوكوز بنسبه عاليه 74، بس خلي بالك بقى اللود بتاعه كام؟ 3 او 4. يعني تاثيره على المدى البعيد ما يفضلش في الجسم، يعني ما تخافش منه. لكن خاف منين؟ من الرز. الاندكس ها 70 او 80 واللود 70 او 80. فاللي انا بتكلمه ده كلام في الثقافه الطبيه، معلش بس عشان الايه؟ نبقى اورينتد في كل حاجه. فانا بقول دايما لما تيجي تنصح مريض سكر واغلبنا في عنده مريض او حد قريب او الكلام ده، قول له ابعد عن الاسترش اللي هي عديد الجلوكوز اللي هم مين؟ ها العيش والخبز بانواعه. العيش ومين؟ واعمل شيفت للفايبر والفاكهه، لان دولت الحمل الجلايسيمي بتاعهم قليل. الكربوهيدرات ها الثلاثي القاتل او بيسموه كده الشوجر او بتاع الرايز والبريد والبوتيت والبطاطس دي خطيره. ليه؟ لان الحمل بتاعها عالي. الحمل النورمال لغايه كام يا شباب؟ اقل من 20. النورمال جلاسيميك لود اقل من 20، الاندكس اقل اكتر من 60 يبقى عالي. لكن الاندكس مش فارق معايا، اللي فارق معايا مين؟ تاثير المبتدا. يعني اضرب لك مثال، لو جينا للتمر مش كده؟ ايه رايكم التمر لمريض السكر؟ المفروض تتكلم بقى في الكلام اللي انا بقوله. الاندكس بتاع التمر كام؟ ها؟ لا الاندكس بتاع التمر حاجه و30، حاجه و30، يعني الاندكس مش عالي، ما بيرفعش البلد جلوكوز فيري رابيد. لكن مشكله التمر في اللود بتاعه، اللود بتاعه كام يا شباب؟ 40 40 45، يعني اكتر من 20. فعلى المدى البعيد يفضل رافع البلد جلوكوز ليفل. يبقى خطير ولا مش خطير ده؟ خطير. فدايما وابدا طبق القاعده انك تخليك وسطي في كل حاجه، كل طمر بس ما تكترش. بدل ما تاكل 20 تمرايه خليهم 5 سنين، خليهم 3 في طمر، خد 3 في كل وجبه مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص. فهمت انا عاوز اقول ايه يا شباب؟ لكن الخوف كل الخوف ها من ده؟ ها الاسترش. فده اسمها سيمبل شوجرز اللي هو الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز. سيمبل يعني اول ما تاخدهم يمتصوا، اول ما تاخدهم يمتصوا فيرفع البلد جلوكوز ليفل. المشهور منهم مين؟ ها الجلوكوز ده سكر العنب يرفع البلد جلوكوز على طول. الميديا الفركتوز بتاع الفاكهه مش كده؟ في حاجه اسمها السكروز اهو، شايفين السكروز ده؟ ده بتاع ايه ده؟ السكروز ده بتاع السكر الابيض بتاع الطاوله بتاعنا، السكر اللي بتحط معلقتين ثلاثه، خطير جدا. لان السكروز هيديك جلوكوز وهيديك مين؟ فركتوز مش كده؟ فلما تيجي تاخد من السكروز ده خاف منه. بدل ما تحط 3 معالق في السكر حط معلقه كفايه. يبقى ده اللي انا عاوز اوصله من كده. يبقى السيمبل اللي هو الجلوكوز فركتوز جلاكتوز اميديت ابزوربشن. يعني الامتصاص بتاع الكربوهيدرات ها لازم يكون على صوره مونوسكرات. قاعده ا ب
فلو انا اديت لك المونوساكرايد جاهزه بقت كارثه، مش هتحتاج امتصاص. يعني اول ما تاخدها مش هتحط ديجيشن سوري، اول ما تاخدها مؤيد هيحصل لها مين؟ رابيد ابزوربشن، فتعمل رابيد انكريز في البلاد جلوكوز ليفل. عاوز توصل ايه؟ عاوز اقول لو هتاخد معلقه سكر ولا تمرايه، مين الاحسن؟ تمرايه، هترفع السكر بسيط وهتخلي الفسيولوجي بتاعها احسن، لان محتاجه وقت ومحتاجه ديجيشن ومحتاجه ابزوربشن. لكن معلقه السكر الميديت، معلقه السكر مين؟ الميديت. يبقى هنا ده سيمبل شوجرز بقول لك خطورتها في مين؟ ها؟ في الابزوربشن، رابيد ابزوربشن، لان لسه متفق معاكم حالا ان الفورم الوحيده لامتصاص الكربوهيدرات هي المونوساكرايد، هي المونوساكرايد. يقول لك كنز البيبسي في كم معلقه سكر؟ كم؟ 30 جرام. من بقول لك من 30 ل 35 معلقه سكر. من 30 ل 35 معلقه سكر، معلقه سكر حوالي 10 او 15 جرام. معلقه السكر من 10 ل 15 جرام. انا مره في مصر كده ماسك كنز كده حاجه زي بريل كده، لقيت مكتوب عليه 45 مع بتاع ده جرام شوجر. 45 جرام شوجر. بالله عليك ده يرضي ربنا؟ تكير. اتمنى الرساله بتاعتك تكون وصلت. انت تروح تخش على مطعم البيتزا حاجات كلها كوليسترول عالي وفات عالي ومش عارف ايه، يقول لك نحبس بمين؟ بيبسي سكر عالي بقى. ده خد بالك ان الكنز فيه 35 معلقه سكر. حاجه خطيره جدا، حاجه خطيره جدا جدا. اللي احنا بنقعد ايه، يقول لك حط لي ربع معلقه سكر، حط لي نص معلقه في الشاي، قاعد تربع وتنصص وفي الكنز ما شاء الله ولا يهمك 35 معلقه. فده السيمبل شوجر بقول خطورتها انك لازم تكون عارف ان هي افيلابل فور رابيد ابزوربشن، ودي الخطوره، هتعمل رابيد اليفيشن في البلاد جلوكوز ليفل. التانيين دولت اللاكتوز والسكروز والمالتوز بنسموهم داي ساكرايد. داي مين؟ ساكرايد. الداي ساكرايد هيحتاجوا خطوه زياده انك تحولهم لمونو ساكرايد، فياخدوا وقت اطول. ياخدوا مين؟ يعني هتاخد السكروز ولا الجلوكوز؟ من الاخطر؟ الجلوكوز، لانه دي اميديت ابزوربشن على طول. لكن السكروز نيد فيرذر دايجيشن عشان يتحول منين؟ من الداي ساكرايد الى مين؟ الى المونو ساكرايد. لو انت جيت على البولي ساكرايد الكومبلكس، الستارش قلنا كلها جلوكوز عديد، السليلوز والجلايكوجين اللي هو الانيمال ده. بعد كده هتروح للفات هتلاقي في حاجه اسمها انساتوريتد وساتوريتد. الساتوريتد المشبع كارثه، انا مش بعتدي عليها، بقول هو كارثه. اللي هو مين؟ كوليسترول. الساتوريتد ده اللي هو الكوليسترول، السمن والزيوت اللي كلها غنيه بالكوليسترول. هل الكوليسترول يا عبد الرحمن مش مهم لحياتنا؟ ما كانش ربنا عمله، لا مهم. بس انا بتكلم على الاكسس اماونت. الاكسس اماونت هتعمل لك كوارث جوه جسمك، اثيروسكلوزس وعقبات الاثيروسكلوزس. فلازم تبقى تبدل الساتوريتد بمين؟ ها؟ بالانساتوريتد اوميجا 3 او اوميجا 6. ليه؟ قلت امان، زيت الزيتون والمشتقات والتونه ومش عارف وسمكه السلمون دي كلها عباره عن اوميجا 3. الاوميجا 3 عامله ثوره كبيره في الطب اليومين دول. عاوزين نبدل الساتوريتد فاتي اسيد بالانساتوريتد فاتي اسيد. الساتوريتد فاتي اسيد في الدايابيتك بيشنت مشكله كبيره، لان الساتوريتد فات بيعمل حاجز ما بين الانسولين وما بين الريسبتور، بيعمل حاجه اسمها الانسولين مين؟ الريسبتور. فتبدلها بمين؟ بالانساتوريتد فاتي اسيد اللي هو الاوميجا 3. بعد كده البروتين اسينشال ونون اسينشال والفيتامينز والمينرال، خلاص مش هتكلم فيها. اول حاجه هنبدا بمين؟ بالدايجيشن. الدايجيشن عندنا هيبدا بكام طريقه يا شباب؟ اول حاجه في اليومين، يبقى في حاجه اسمها اليومينال دايجيشن. دايجيشن انك تجيب انزيم وتحط له او تحطه في اليوم بتاع الانتستين. مين الانزيم اللي ممكن يتحط في اليوم بتاع الانتستين؟ في الاستومك او مين؟ الانتستين عن طريق البنكرياتيك انزيم. فبتعمل دايجيشن اسمه اليومينال دايجيشن، او ممكن يكون براش بوردر دايجيشن. يعني ايه؟ يعني ماسك في الخليه اللاينن بتاع اليومينال ممبرين، في براش بوردر اللي هو في اللاي والمايكرو فلاي، في انزيمات موجوده اسمها براش بوردر انزيم. دي موجوده تبع مين؟ تبع الدايساكرايديزس اللي بتكسر مين؟ ها؟ الدايساكرايد. يبقى تكسير الدايساكرايدز ها ليومينال ولا براش بوردر؟ براش بوردر. لما تيجي تشتغل على الاولوجو ها بيبتايديز، يعني البروتينات الصغيره، هتشتغل على البراش بوردر. ساعات تحتاج تعمل انترا سيلولر دايجيشن. انترا سيلولر جوه الخليه. الانترا سيلولر دايجيشن خاص بمين؟ بالبروتين وبس. اللهم بلغ، اللهم فشل. تاني بيركز معايا هيرتاح.
لما اجي اتكلم على الميكانيزم بتاع الدايجيشن يا حاج اديب، قدامي 3 ميكانيزم يتعمل دايجيشن في اليومن اسمه انتراليومينال دايجيشن. من اشهر واحد فيه البنكرياتيك انزيم. البنكرياتيك انزيم جاء من البنكرياس، هتنزل على اليومن بتاع الانتستين، هتكسر البروتين ومش عارف الكربوهيدرات والليبيد، ده اسمه انتراليومينال. ساعات احتاج دايجيشن على اللايننج بتاع اليومن، حاجه اسمها براش بوردر دايجيشن، ده خاص بمين؟ خاص بالبروتين والكربوهيدرات. وساعات احتاج دايجيشن جوه الخليه ذات نفسها اسمه انترا سيلولار دايجيشن، اللي هو مين ده؟ البروتين. يعني اخد الداي بيبتايد والتراي بيبتايد ادخلهم جوه الخليه، وجوه الخليه اشكل حاجه اسمها التراي بيبتايدز والداي بيبتايدز، او مكسرهم لامينو اسيد واوصل الامينو اسيد لمين؟ للبلازما. يبقى ذيس ار ذا 3 مين ميثودز، 3 مين فور دايجيشن. يبقى هنا ليومينال دايجيشن وممبرين دايجيشن او براش بوردر و انترا سيلولار. انترا سيلولار خاص بمين؟ كربوهيدرات ولا ليبيد؟ بروتين وبس. البراش بوردر خاص بمين؟ بالكربوهيدرات والبروتين. نروح بعد كده للجنرال ميكانيزم اوف دايجيشن، نفس الكلام اهو، بيقول لك حاجه زي الجلوكوز نن، ما محتاجش اي حاجه. اول ما تاخده اول ما يصل الدم يرفع البلاد جلوكوز فيري رابيد اند مي ليد تو مين؟ هاي اندكس، ويؤدي الى اكزوشن اوف ذا بيتا سيل اوف ذا بنكرياس لا قدر الله. فما تاخدش سكريات عمال على بطنك، ما تاخدش سكريات عمال على بطنك. الحاجه الثانيه اليومينال اللي هي بتاعت البروتين، ادى البروتين اهو، هنكسره الامينو اسيد وتمتص الامينو اسيد، ده اسمه ليومينال عن طريق البنكرياتيك انزيم. في الاحتمال الثالث براش بوردر، البراش بوردر هنا خاص بمين؟ يبقى هنا على الدايساكرايد، وممكن نشتغل على البروتين، ممكن نشتغل على مين؟ على البروتين، يبقى ده البراش بوردر. وفي انترا سيلولار خاص بمين؟ بالبروتين. الثالث ده تبع الليبرت، انك تعمل هيدروليسيس جوه الخليه وتعمل ريسنسس تكون كاينومايكرون، الكلام ده ناخده في الليبرت دايجيشن. دايجيشن اوف كربوهيدرات، الامبورتنت مشكله الكربوهيدرات ان هي ريبريزنت 60% من الاكل بتاعك. ريبريزنت كام؟ 60%، يعني كميه ضخمه. الكربوهيدرات توديك كام من الطاقه يا شباب؟ تديني 50% من الطاقه. يبقى 60% من الاكل و50% من الطاقه الاكل، يعني جسمك يعتمد اعتمادا كليا على الكربوهيدرات فور مين؟ فور انرجي برودكشن. واي ده واخد 50% يا حسام؟ ليه واخد 50%؟ لان اول حاجه الكربوهيدرات الوحيده في الثلاثه كان بي اوكسيدايزد ان ابسنس اوف اكسجين. دي نعمه كبيره انك تطلع طاقه من غير اكسجين، ما بتحصلش، دي من المعجزات. مين اللي يقدر يعملها بس؟ الكربوهيدرات. الكربوهيدرات كان بي اوكسيدايزد انيروبيكال، يعني وذاوت مين؟ وذاوت اوتو. انا عاوز اطلع من تحت لفوق رابط، في مشكله فوق فعاوز اطلع جري، مش هحتاج بقى ده، انا ممكن اقفل بقي خالص واطلع جري اشغل الجلايكوليسيس. يبقى الجلايكوليسيس يعني عملت انيروبيك اوكسيديشن لمين؟ للجلوكوز. يعني اوكسيديشن الجلوكوز وذاوت اوكسجين، دي ميزه كبيره. الميزه الثانيه في الكربوهيدرات ان هي لما بتطلع انرجي ما بتلخبطش البيتش، دي نعمه كبيره. الواحد لو بيشتغل انيروبيك فتره كبيره ايه اللي يحصل؟ مصعب بيطلع لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد هيعمل فتيج وهيعمل مش عارف مين، لكن اللاكتيك اسيد ذات نفسه هينشط الجهاز الدوري وهينشط الريسبيريشن، يقوم يزود الاكسجين اللي داخل، تقوم تاخد اللاكتيك ده تحوله للبايروبيك، والبايروبيك تحرقه في مين؟ في الكريبس سايكل، دي السكند ستيج بتاع الكربوهيدرات اوكسيديشن. يبقى الفيرست ستيج طلعت لك مين؟ اللاكتيك. اللاكتيك نشط لك الايروبيك اوكسيديشن، لان هو اللي بيزود القلب، نشاط القلب، القلب بيتغذى على اللاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد عمل ستيميليشن للريسبيريشن فدخل لك اكسجين اكتر. الاكسجين اللي داخل ده هيحرق مين؟ الكربوهيدرات ميتابوليزم، اللي هو اللاكتيك يتحول لبيروبيك، والبيروبيك يتحرق في الكريبس سايكل. يبقى كان البلاد جلوكوز او الكربوهيدرات وفرت لي انرجي without disturbance في البي اتش، لان اي disturbance في البي اتش اذا فيت الكونديشن. تعال على مين؟ اللي وراها مين؟ الفات 30% تقريبا، او يعني قولوا 22 23، مهم. الفات ده مشكلته في ايه؟ طلع كيتون اسيدز، لما بتحرقه بتطلع كيتون اسيدز، والكيتون اسيدز تعمل مين؟ اسيدوز. يحصل امتى؟ في الستارفيشن. غاب الجلوكوز مش كده؟ او عندك دايابيتس ميليتس، ما انتش قادر تستخدم الجلوكوز في حرقت فات، هيخش في كوما. دخل في كوما ليه؟ دايابيتك كيتو اسيدوزس.
طيب البروتين ما ينفعش ليه؟ بينفع بس بجزء بسيط، بينفع بحوالي 17% حاجه زي كده. ليه البروتين بجزء بسيط؟ لان البروتين دايما عندك مين كيتوجينيك امينو اسيدز وبيزك امينو اسيدز ومش عارف هيلخبط برضو مين البي اتش. الحاجه الاهم ان البروتين مش معمول عشان الطاقه، البروتين معمول عشان مين؟ عشان الامبورتنت ستراكشر في جسمك. الامبورتنت ستراكشر في جسمك البلازما بروتين والالبومين مش عارف والهيموجلوبين، دي كلها امبورتنت ستراكشر. الدي ان ايه والار ان ايه والسيل ميمبرين دي كلها عباره عن بروتينز جوه الخليه. فالبروتين اخر حاجه تتحرق، يبقى اول حاجه احرقها كربوهيدرات ايميديت من غير اكسجين حتى قبل ما الاكسجين يجي. بعد ما تخلص كربوهيدرات تحرق مين؟ تحرق فات. ولذلك يقولوا دايما الفات بيرنينج افكت ستارت افتر 25 مينتس اوف اكسرسايز. عشان تحرق فات لازم تحرق قبل منه مين؟ كربوهيدرات. تاخد حوالي 25 دقيقه مشي تحرق فيهم مين؟ كربوهيدرات. وبعد ال 25 تبدا تحرق مين يا شباب؟ الفات. لا يتحرك الا في وجود الاكسجين، الا في وجود مين؟ طبعا الجلوكوز مشكلته ان هو 100% للبرين، البرين لا يقبل بديلا لمين؟ ها؟ للجلوكوز، هو المين سورس بتاع الانرجي فور البرين. الانواع زي ما انا قلت من شويه بولي ساكرايد 60% اللي هي الستارش ها او السيلولوز، في الانيمالز اللي هو الجلايكوجين، في الداي ساكرايدز 30% اللي هو مين؟ ساكروز واللاكتوز مش كده؟ وفي المونوساكرايد ال 10% اللي هو الجلوكوز والفركتوز ومعاهم كمان الجلاكتوز. زي ما قلت من شويه الاونلي ابزوربابل فورم اوف كربوهيدرات از مونوساكرايد. عندك بولي لازم تحوله لمين؟ لمونو. طيب انت خدت مونو رابيد انكريز ان بلاد جلوكوز، خدت داي مودريت انكريز ان بلاد جلوكوز، خدت مين؟ بولي، يبقى عندك لونج تيرم انكريز ان بلاد جلوكوز ويتش اي مين ذا هاي. مين يقول شاطر يقول معايا جلايسيميك لود، حمل جلايسيمي عالي جدا اللي هو مين؟ اقصد به مين؟ الستارش. لان الستارش هو عباره عن الفورم اللي ممكن تعمل لها كومبليت دايجيشن، تاخد منها جلوكوز في الاخر. لكن السيلولوز نوت دايجست، السيلولوز اللي هو الفايبر ده نوت مين؟ نوت دايجست. العلم بتاع التغذيه كله مبني على ايه الوقت يا شباب؟ كتر فايبرز خضار وفاكهه، او خضار وفاكهه قلل الكربوهيدرات قلل الدهون ساتوريتد فات اسيد. يبقى انت عندك هنا لما تيجي تاكل كربوهيدرات انت محتاج 60% خدهم منين؟ من الفايبرز اللي هو الجلوكوز والفاكهه والتايساكرايد اللي هو مين؟ الحاجات دي. طبعا الابزورب والفورم خلاص مونوساكرايد يا جلوكوز يا فركتوز يا مين؟ يا جلوكوز. الفيز بتاع الكربوهيدرات دايجيشن مراحل ايه؟ هضم الكربوهيدرات. مراحل هضم الكربوهيدرات ممكن تكون ليومينال وبرش بوردر. الليومينال ده يعني عشان تعمل مين؟ تحول مين لمين؟ البولي ساكرايد لداي ساكرايد. الليومينال ده جاي منين؟ إيه؟ جاي من البطل عن طريق اميليز انزايم سليفر اميليز، وفي الانتستين عن طريق البنكرياتيك اميليز بس. يبقى ده الليومينال. طب والبرش بوردر اللي هو الداي ساكرايديتس، داي مين؟ ساكرايديتس. ده الملخص بتاعه. في الماوس مين اللي شغال؟ ها؟ السليفر اميليز. زي ما نقول الماوس ستارت الدايجيشن اوف كربوهيدرات. انهي واحد في الكربوهيدرات؟ الستارش او الجلايكوجين، كوكد ستارش او مين؟ او الجلايكوجين. مشكلته انك ما بياخدش فتره كبيره. ليه؟ بتاكل بسرعه او بتملى بسرعه، واول ما ينزل المعده يحصل له رابيد انكتيفيشن. هو محتاج الكالين بي اتش، الالكالين موجوده فين؟ في السليفري سكريشن. اول ما ينزل للاستومك يحصل له رابيد انكتيفيشن، ما تستفادش منه خالص. امال هتستفاد من مين بقى؟ من البنكرياتيك اميليز. البنكرياتيك اميليز هيشتغل نفس الظروف، محتاج كلور عشان يعمل اكتيفيشن اكتيفيتد باي كلورايد، ويشتغل على الكوبد ستارش، هيوصل لك لمين؟ لداي ساكرايد. داي ساكرايد اللي هي مين؟ ها؟ ساكروز ها؟ ولاكتوز ومالتوز وايزومالتوز. خلاص مش فارق معايا الكلام. يبقى اللي انا عاوز اقوله دلوقتي انك حولت البولي ساكرايد الى ها؟ داي ساكرايد عن طريق الليومينال دايجيشن بانه نوع من الانزيم؟ اميليزز. الاميليزز ديت مين؟ سليفر اميليز رابيدلي انكتيفيتد ان ستومك اند بنكرياتيك اميليز. ماله البنكرياتيك اميليز؟ هيشتغل ويكمل الشغل بتاعه. لو انت واخد داي ساكرايد، انت واخد داي ساكرايد، هل تحتاج الى الاميليز انزيم؟ نبدا. تاكل ايه؟ انا واخد داي، الاميليز اشتغل على مين؟
على البولي ساكرايد. انت بتقول الكلام ده ليه؟ اقول لك عشان بنجيب حته في الام سي كيو واتش اوف ذا فولوينج سبستنس ذات موست نيد اميليز فور ذير دايجيشن. الرساله واضحه، مين اللي مش محتاج؟ اللي مش محتاج اللي هو مين؟ الدايساكرايد. يبقى تختار مين؟ واحد من الدايساكرايد، اللاكتوز او السكروز او دولت ما يحتاجوش اميليز. اجين اميليز اكت اون بوليساكرايد تو كونفيرت ذيم تو دايساكرايد. تو كونفيرت ذيم لمين؟ وانس ان عندك دايساكرايد نو نيد فور اميليز. نو نيد فور مين؟ فور اميليز. يبقى ده الكلام اللي موجود. نروح بعد كده في الاستومك، خلاص ما قلنا يقف في الانتستين هيشتغل مين؟ البنكرياتيك اميليز، ونفس الكلام اكتيفيتد بالكلور والاند برودكت نفسها اللي هي الدايساكرايدز. الدايساكرايد هنا هنسال سؤال ونقول هل في الانتستين اللي شغال بس البنكرياتيك اميليز؟ امال مين اللي شغال تاني؟ الله ينور عليك، شكرا. الراجل قاعد بصحصح يقول لك انت هتكمل الدايساكرايد بالدايساكرايديزس. الدايساكرايديز دي موجوده فين؟ في البراش بوردر انزيم بتاعه الانتستين. يبقى انت هنا بنكرياتيك وانتستينال دايساكرايديز اللي هي بتحول الدايساكرايد الى مين؟ الى مونوساكرايد، اللي هم بيشمل بقى الدكسترينيز والايزومالتيز والمالتيز والسكريز واللاكتيز. خلينا في الاثنين الموست امبورتنت، السكريز ها واللاكتيز. في بعض الاحيان يبقى عندي غياب للسكريز انزيم او اللاكتيز انزيم، ايه اللي يحصل؟ ايوه ها عبد الرحمن، لاكتوز انتولرانس، حاله مشهوره جدا، مش قادر يتحمل اللاكتوز. ليه مش قادر يتحمل اللاكتوز؟ لما بياكل اي حاجه فيها ميلك برودكت، ما هو اللاكتوز ده بتاع الايه؟ الميلك شوجر. لما ياكل اي حاجه فيها ميلك يحصل له سيفير بين، يحصل له جاز ديستنشن، يحصل له دايريه. ليه؟ خلي الايه؟ الدايساكرايد اللي هو اللاكتوز ده ما تخدمش، ما عندوش لاكتيز انزيم. لما حصل فيلير لهضم مين؟ ها اللاكتيز او اللاكتوز ما تهضمش، فضل في الانتست. ده شجر ولا لا؟ شجر. اوزموتيكال اكتف ولا لا؟ اوزموتيكال اكتف. يعمل دروينج للووتر من الانتستين، يخلي الامعاء كلها مليانه بمين؟ بالميه، فيعمل له داريه، يعمل له فلاتولنس انتفاخات، يعمل له جاز برودكشن، يعمل له سيفير بين استنشن. طب والبيبي ده حله ايه؟ يمنع الايه؟ الميلك برود. ياخد زبادي ولا لا يا حاجه حد؟ بما انك اخصائي الالبان في بريدر حضرتك. الراجل ده طبعا البان وبس، ما بيقولش غير الالبان خلاص. يلا يا شيخ حاتم، اللي عنده لاكتوز او لاكتيز او لاكتوز انتولرانس ياخد ميلك ولا زبادي احسن؟ ايه رايكم يا شباب؟ يقول لك شاطر جدا. ياخد ميلك يعني لبن ولا زبادي؟ لان اصلا الزبادي احسن، لان الزبادي فيه اللاكتيز بتاعه. تصنيع الزبادي بيحط معاه لاكتيز فما عندوش مشكله، لكن الملك ما فيش فيه لاكتيز. ولا كده ايه؟ ولا لبن نفس الحليب ولا نفس الزبادي يعني؟ ما اعرفش الحليب واللبن بقى، انت هتدخل بقول لك استاذ في الالبان ما تفتحش علينا الله يصلح حالك. يبقى تاني اللبن ما فيش فيه مين؟ مصعب، ما فيش فيه لاكتيز، لكن الزبادي لازم يتحط معاه الايه؟ المخمر بتاعه ده معاه مين؟ لاكتيز. هنا في اللي عاوز يقرا طبعا ما حدش هيقرا فمعدي بسرعه، نفس الكلام بنقول ايه؟ ليه الاميليزس ما بتطلعش مونوساكرايد وتريحنا؟ سؤال يعني، انت مش بتقول هي مونوساكرايد واشتغلت بالاميليز انزيم، طب ليه الاميليز ما وصلنيش للمونوساكرايد وخلصت من يوم وخلاص؟ لان الاميليز ما بتقدرش تشتغل على اخر اثنين جلوكوز، اخر رابطه واحد او اربعه، او لو قبله رابطه واحد وسته الفا واحد وسته لينكج ما يشتغلش عليه، ما يشتغلش مين عليه؟ ده السبب في الناحيه الثانيه. يقول لك ده نفس الكلام، اميليز الملتوز يبقى اثنين ولا ثلاثة ولا صفر، مش مشكلة. انت عاوز ايه مننا؟ عاوز الصفحة دي بس. يعني اللي نايم طول المحاضرة من اولها يستيقظ قليلا. السلايد ده بس. ده اللي انا عاوزها. اتليست. فين؟ في الدايجيشن. بتاع مين؟ الدايجيشن في الكربوهيدرات. اللي هي بتقول ايه؟ بتقول ان البوليساكرايد هيتحول لدايساكرايد عن طريق ها؟ سليفر اميليز ها؟ وكرياتيك اميليز. دولت اليومينال فيزس. وبعد كده يتحول الدايساكرايد الى مونوساكرايد عن طريق براش اوردر دايساكرايديز، وكفى الله ونشر. يبقى البوليساكرايد باي اميليز اللي هو اليوم اللي ماوس الانتستين يتحول الى دايساكرايدز، دايساكرايد بالبراش بوردر يتحول الى مونوساكرايد والمونوساكرايد ابسورب. واضح الكلام؟ اللهم بلغ اللهم. انا مش عاوز حاجه
من الكربوهيدرات ديجيشن غير ذس سلايد كابري. بس تبقى فاهم لما تجيب لك حته زي ما قلت شويه مين اللي مش محتاج اميليز تبقى انت عارف مين اللي مش محتاج. نروح بعد كده لمين؟ ها للترانسبورت. انت دخلنا في الترانسبورت ليه؟ عاوز اديك حاجه بيزك نوليدج علشان الابزومشن. لما اجي اتكلم على الكيدن ان شاء الله في الرينال تيبيول في بلوك اليورينري احتاج الترانسبورت في كل حته. هنا ناخد الترانسبورت. الترانسبورت يعني بتنقل من مكان الى مكان. قدامك احتمال من كام؟ نبقى اثنين، يا اما من عالي لقليل او من قليل لعالي. لو انا جاي من عالي لقليل اسميه ديفيوجن انتشار. الطرق ما فيش فيها حد مش كده؟ لو بنخرج من هنا لبره الطرق نقول انتشار الطلبه للبره. طيب لو احنا كلنا واقفين في الطرق من عالي لقليل نقول انتشار الطلبه داخل الفصل، يبقى ده اسمه ديفيوجن. الديفيوجن او بنسميه باسيف ديفيوجن او سيمبل ديفيوجن ممكن يكون فاسيليتيتد. يعني ايه فاسيليتيتد ديفيوجن؟ يعني الشيخ حاتم هيتنقل من تركيز عالي لقليل بس رجله مكسوره، يقوم واحد مننا يشيله على كتفه يبقى معاه كارير، نقول اسمه ايه؟ فاسيليتيتد ديفيوجن. يبقى كان السيمبل ديفيوجن او الفاسيليتيتد ديفيوجن مشتركين داون هيل من تركيز عالي لتركيز مين؟ قليل. هستخدم كارير يبقى فاسيليتيتد، مش هستخدم كارير يبقى سيمبل او باسيف ديفيوجن او نو اكسترنال سورس اوف انرجي. في كلا الاحيان انا من عالي لقليل مفيش عندي مين؟ المشكلة في مين؟ ها؟ في الاكتف ترانسبورت. اكتف ترانسبورت دايما اجينست ضد مين؟ الكتروكيميكال جريدينت. يعني ايه الكتروكيميكال جريدينت؟ يعني ممكن تنقل حاجة سلبة لمنطقة سلبة ده ضد. وممكن تنقل حاجة ها؟ كيميكال جريدينت من تركيز قليل لتركيز عالي. هل في حاجة في جسمنا كانت في سنة تانية بتحتاج الاثنين مع بعض؟ اجينست الكتروكيميكال جريدينت؟ ها؟ خدتوا حاجه اسمها الايودين الثيروكسين. لما تيجي تعمل سينسز للثيروكسين الايودين سالب وتدخله جوه الخليه سالب 70 صح؟ يبقى ده اجينست الكتريكال جريدنت ولا لا؟ الحاجه الثانيه ان تركيز الايودين جوه الثيرويد سيل ها 10 مرات قد البلط. يبقى اجينست كيميكال جريدنت ولا لا؟ يبقى الايودين ترانسبورت اجينست عبد الله الكترو كيميكال جريدنت. يعني ضد تركيز كهربي هو سالب وداخل في منطقه سالب وضد تركيز ها مين؟ كيميائي. يعني ايه كيميائي؟ ها؟ تركيز الله ينور عليك. لما تيجي تقول الصوديوم بوتاسيوم بامب تنقل الصوديوم من جوه الخليه لبره الخليه ده اجينست مين؟ الكتروكيميكال جريدينت. مش الصوديوم موجب وبره الخليه موجب؟ يبقى بتنقل اجينست موجب يبقى ده الكتريكال جريدينت. الصوديوم جوه قليل وبره عالي يبقى جينست كونسنتريشن جريدنت يبقى الكتروكيميكال جريدنت. طيب يبقى الاكتف ترانسبورت دايما ها اجينست ضد. خلاص احنا قلنا ده يبقى ترانسبورت اجينست. قدام احتمال من اثنين، يا اما استخدم دايركت يوز اوف انرجي استهلك الطاقه استهلاكا مباشرا يبقى اسمها برايمري اكتف ترانسبورت. يعني الشيخ حاتم طالع من تحت دور الارض لفوق ده اجينست ولا لا؟ اجينست. يبقى اكتف ترانسبورت. اقول له انت لغيت الوقت اكتف، بس يا ترى هتطلع على رجلك ولا في الاسانسير؟ لو طلع على رجله يبقى برايمري اكتف ترانسبورت. ليه؟ هو اللي عرف، هو اللي حاسب، هو اللي دفع الطاقه من نفسه، يبقى ده برايمري اكتف ترانسبورت. طيب لو طلع في الاسانسير طلع سكندري اكتف ترانسبورت. هو طلع على طاقته ولا طاقه غيره؟ طلع على طاقه الاسانسير. يبقى هو طالع سكندري، لكن الاسانسير برايمري اكتف. لو البرايمري ما حصلش هو مش هيطلع. يبقى نو سكندري اكتف ترانسبورت وذاوت برايمري اكتف ترانسبورت. يبقى كل سكندري لازم تدور له لغايه ما تلاقي له مين؟ برايمري. اريحك واقول البرايمري اللي في جسمك هو الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم مين؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. لو انا طالع من الدور الارضي للدور الخامس طالع اجينست ولا لا؟ اجينست. لو طالع على رجلي برايمري. طب لو شايل ابن الصغير على كتفه وانا طالع ابن طالع ايه؟ ابن طالع برايمري ولا سكندري؟ سكندري، لانه طالع على طاقتي انا. لو انا ما طلعتش هو مش هيطلع. يبقى ما فيش برايمري، ما فيش سكندري وداوت مين؟ برايمري. تعال نشوف الكلام ده ونطبقه هنا. انت بتقعد بتوكل ليه؟ عشان ده مهم. ترانسبورت في الانتستين والرينال تيبيول. ده خليه تبقى مع ده اللي يومن ودي الخليه، ده اللي يومن ودي الخليه وده البلد. ده الدم هنا، نفس المنظر ده هو في الرينال تيبيولز.
ده اليومن ده الانسان سيل ده البلد. اول حاجه هتلاقي هنا الصوديوم هنا كتير وجوه الخليه قليل مش كده، البوتاسيوم جوه الخليه عالي وبره الخليه مين قليل. فاول حاجه هنا عشان تنقل الصوديوم من جوه لبره اجينست ولا لا اجينست، وتدخل البوتاسيوم من بره لجوه اجينست، يبقى الاثنين اجينست يبقى الاثنين اكتف. في كارير ولا لا؟ في كارير. وفي انرجي ولا لا؟ في انرجي. مين اللي حاسب على الانرجي؟ الاثنين حاسب، الاثنين دفعوا فسميناه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس. يبقى ده مثال لمين يا شباب؟ برايمري اكتف ترانزستور. ده البرايمري اللي موجود في جسمك اللي بيشغل كل السيركت. يبقى عند الفيزولاترال ميمبرين برايمري اكتف ترانسبورت. يا عبد الله ليه هو برايمري يا عبد الله؟ ها لانه اجينست وكارير ودايركت يوز اوف انرجي. لو اجينست وكارير واندايركت يبقى سكن. هيبان فين اهو؟ يبقى ده الصوديوم اجينست والبوتاسيوم اجينست وفي كارير وفي اهم حاجه دايركت. الثلاثه الاولانيين ده اكتف ترانسبورت، امال ايه اللي خلاه برايمري؟ دايركت يوز اوف انرجي. محصله الكلام ده ايه؟ ان الصوديوم جوه الخليه ايه؟ الصوديوم جوه الخليه الهيل. انت واكل صوديوم يبقى الصوديوم بره عالي، الصوديوم هينتقل من تركيز عالي لتركيز قليل مش كده؟ باسف ومعاه كارير يبقى فاسيليتيتي. طب تعالى على الجلوكوز، دايما نقول الجلوكوز اعلى تركيز له جوه الخليه. اعلى تركيز للجلوكوز فين؟ جوه الخليه. فهنا الجلوكوز هيجي منين؟ من قليل لعالي. يبقى اجينست ولا وذ؟ اجينست. على طاقته ولا طاقة غيره؟ طاقة الصوديوم. الصوديوم ده داخل على مين؟ على طاقة الصوديوم ده. يبقى في الليلة دي مين السكند رياكتيف ترانسبورت؟ هو الجلوكوز. ليه؟ الجلوكوز اجينست وكارير ها وان دايركت معتمد على مين؟ اهو سكند رياكتيف ترانسبورت فور جلوكوز اجينست وكارير وان دايركت يوز اوف انرجي. عاوز تعرف هو برايمر ولا سكندري؟ وقف البرايمري ده، ما عندوش برايمر. الصوديوم يزيد ولا ايه؟ يزيد جوه الخليه، ما انت منعت خروج. تركيزه يزيد يجي يدخل ما يدخلش، لان تركيزه جوه الخليه عالي. الصوديوم ده ما يدخلش يبقى الجلوكوز ما يدخلش. يبقى ده مين؟ ها؟ سكندري اكتف ترانسبورت. حد من الشطار بقى يقول لي هينتقل الجلوكوز من جوه الخليه الى الدم ازاي؟ ها؟ دايما ندور على التركيز، تركيز الجلوكوز فين؟ اعلى على جوه الخليه. يبقى من عالي لقليل يبقى ديفيوجن. بس لوحده ولا بكارير؟ بكارير. يبقى فاسيليتيتد مين؟ ديفيوجن. ده الترانسبورت اللي انا عاوزك تفهمه، هتحتاجه هتحتاجه هتحتاجه. اقوله تاني تاني، الاكتف ترانسبورت لازم يضمن حاجتين، اجينست وكارير بروتين. وبعدين مصدر استهلاك الطاقه من اين لك هذا؟ لو انت اللي هتدفع وتحاسب يبقى برايمري اكتف ترانسبورت، لو هتطلع على طاقه غيرك يبقى سكندري اكتف ترانسبورت. كل سكندري ها له برايمري يدي له الطاقه بتاعته، مفيش سكندري وزود مين؟ برايمري. الصوديوم بوتاسيوم بامب ذيس از ذا مين برايمري اكتف ترانسبورت ان يور بودي. الصوديوم اجينست البوتاسيوم اجينست وفي كارير والاثنين حاسبه على الطاقه يبقى برايمري اكتف ترانسبورت. تعال هنا الصوديوم قل جوه الخليه فاصبح تركيز الصوديوم بره عالي، هيدخل من عالي لقليل مش مشكله ومعاه كارير. تعال على مين؟ الجلوكوز. اعلى تركيز للجلوكوز فين؟ ها جوه الخليه. اعلى تركيز له جوه الخليه ومن ثم ها هيتنقل اجينست ومعاه كارير بس على حساب الصوديوم ده اللي هو داخل على حساب الصوديوم اللي هو برايمري اكتف ترانسبورت. يبقى الجلوكوز سكندري اكتف ترانسبورت. ينتقل الجلوكوز من جوه الخليه للدم من عالي لقليل يبقى ديفيوجن ومعاه كارير بروتين يبقى فاسيليتيت الديفيوجن. اتفضل يا عبد الله. الصوديوم اللي على اللسان اللي دخل الخليه يصير اكتف برايمري اكتف لا ده الصوديوم ده اخباره ايه؟ ديفيوجن ومعاه كارير فاسيليتيت فاسيليتيت مين؟ دكتور لكن كيف يدخل الجلوكوز على حسابه وهو اصلا ما عنده طاقه؟ هو داخل على حساب مين؟ اللي هو هذا اللي هو داخل على حسابه علشان مشارك الكارير بس. لكن هو ذات نفسه داخل على حساب الصوديوم ده. الصوديوم ده مين اللي قلله؟ البرايمري اكتف مين؟ ترانسبورت. عاوز تشوف بقول لك امنع ده يزيد ده ما يدخلش ده ما يدخلش.
ده ما يدخلش. لو سألت ان اي ما برايمري حق الجلوكوز اقول لها السبب ما يدخل خليه البرايمري ده برايمري بس لان في ثلاث شروط اجينست وكارير ها ودايركت يوزف الناس لكن ده اهو مكتوب تحته اجينست وكارير ودايركت يوزف السكند ده السورس انرجي هو اللي يقدر يفسرها. طيب نروح للابزوربشن هنقول الابزوربشن ماست بي ان ذا فورم اوف مونوساكرايد لازم يكون مونوساكرايد. الحاجه الثانيه ان الانسولين هاز نو رول واللي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى علشان تمص الجلوكوز من الانتستين الانسولين مالوش علاقه زيه زي الرينال تيبيوس زيه زي مين هتمتص زي الرينال تيبيوس. الجلوكوز والايه ها والجلاكتوز ابزوربشن اخبارهم ايه سكندري اكتف ترانسبورت مع الصوديوم لسه قايلها حالا ها ثاني ده عند مين عند البيزولاترال ممبرين هنا الجلوكوز او ها جالاكتوز بيركبوا هنا على كارير ده بسموه صوديوم جلوكوز ترانسبورت واحد او اثنين صوديوم جلوكوز ترانسبورت واحد او اثنين يبقى هنا مين سكندري اكتف ترانسبورت وهيصل للدم ازاي فاسيليتيت الديفيوجن عن طريق حاجه اسمها الجلوت ها مين جلوت 2 اهو نفس الكلام اللي هيقرا بعد كده خلينا نشوف الرسمه ده الجلوكوز او الجلاكتوز مع الصوديوم صوديوم جلوكوز ترانسبورت واحد صوديوم جلوكوز ترانسبورت واحد يبقى ده انه نوع منين الترانسبورت ها سكندري اكتف ري ابزوربشن دخلوا جوه هنوصلهم الدم ازاي ها بكارير ومن عالي لقليل يبقى بلوت 2 يبقى ده اسمه ايه ده اسمه ايه فاسيليتيتد هنا الموست امبورتنت بوينت في الليكشر كلها ديسكاس كربوهيدرات ابزوربشن الجديد عندك ايه مش ده الجديد انك تبقى فاهم يعني ايه برايمري ويعني ايه سكندري نجيبها في الام اس بي ازاي دوت نقول لك ها ويتش اوف ذا فولوينج هيلب ترانسبورت اوف الجلوكوز او الجلاكتوز ده ولا ده جلوت واحد ولا جلوت يبقى انت عارف البيزولاترال مين والبيزولاترال سوري واللومينال هو مين بيقول لك ساعات ويتش اوف ذا فولوينج ميكانيزم هيلب الابزوربشن اوف جلاكتوز ديفيوجن برايمري اكتف سكندري اكتف مش عارف بس احدد لك عند هنا اليومينال ممبرين ده سكندري اكتف ترانسبورت عند البيز ولاترال بنسميه كده بيز ولاترال سيرفس لما بنسميه بيز ولاترال ممبرين ده دايما وابدا جلوكوز ولاكتوز ف مين فاسيليتيد انه نوع من الكارير جلوت 2 نسال عليه انه نوع من الكارير اللي هو الجلوت 2 الفركتوز دايما افتكر الاف مع الفاسيليتيد الفركتوز لا يعتمد على الصوديوم اهو اندبندنت على الصوديوم بيخش منين ها بيخش فاسيليتيتد لانه التركيز عالي لقليل ومن عالي لقليل فاسيليتيتد يبقى كله فاسيليتيتد بجلوت رقم كام؟ 5 عند اليومنال سيرفيس وجلوت 2 عند البيز ولاترال سيرفيس يبقى هو كربوهيدرات اللي انا اقصده سنجل اللي هم المونو بتوعنا جلاكتوز ها وجلوكوز وفراكتوز ابزوربن ات اليومنال سيرفيس البيز ولاترال بمين؟ بجلوت 2 وعند هنا يا سنجل جلوكوز ترانسبورتر او صوديوم جلوكوز ترانسبورتر يا جلوت 5 حاله الفراكتوز. البنتوز اللي هو ال 5 ده باسف ما هو من اسمه البي مع البي باسف ديفيوجن لا يحتاج الى كلام حجمه صغير لا يحتاج الى كلام اللهم بلغه اللهم بلغه. This is the most important point. هنا تقدر تطلع ها 100 سؤال تقدر تطلع 100 سؤال دول الجلوكوز يمتص بالبرايمر ولا سكندري عند اليومنال سيرفيس ولا عند البيزولاترال سيرفيس الفراكتوز نفسها. اقول له تاني يا شباب الرسم اسهل الرسم اسهل اقولها تاني ها تاني بقول الموست امبورتنت ابزوربشن اوف كربوهيدرات قلت الكربوهيدرات ها اول حاجه ماست بي ابزوربد ان ذا فورم اوف مونوساكرايد ده الف باء المونوساكرايد بتوع اللي هم مين الثلاثه المشهورين قوي جلوكوز جلاكتوز فلاكتوز كده هيمتص ازاي اقول له علشان يمتص من اليومن الى البلاد محتاج تو سيرفيسز هيعدي خطين او سطحين اول حاجه اليومينال سيرفيس والحاجه الثانيه البيزو لاترال ده البيزو لاترال سيرفيس ده نسميه البيزو لاترال سيرفيس عند اليومينال سيرفيس الجلوكوز والجلاكتوز قبل مع الصوديوم عن طريق سن صوديوم جلوكوز ترانسبورت 1 ده انه نوع من الترانسبورت ها سكندري اكتف ترانسبورت بعد كده عند البيزو لاترال سيرفيس ترانسبورتد باي فاسيليتيتد ديفيوجن انا نوع من الكارير جلوت
2 جلوت 2 كل الكربوهيدرات بالفاسيليتيت الديفيوجن جلوت 2. الفركتوز ات الليومينال سيرفيس من تركيز عالي لتركيز قليل ملوش علاقه بالصوديوم خالص بس معاه كالوري يبقى فاسيليتيت الديفيوجن. عند البيزو لاترال سيرفيس فاسيليتيت الديفيوجن بان وكارير العادي بتاع اللي هو مين جلوت 2. البنتوز سبيسيف مش محتاج كارير خالص يبقى سيمبل ديفيوجن من تركيز عالي لتركيز قليل. نروح بعد كده للبروتين دايجيشن. البروتين دايجيشن البروتين دايجيشن اللي نلاحظ معايا في بدايه الكلام كده ممكن يعدي بخطوه من الاربع خطوات ان هو يتكسر لامينو اسيد في الليومن. يعني البنكرياتيك انزيم تكسروا الامينو اسيد وتمتص الامينو اسيد المره، او هو ممكن يتحول الدايز بالبراش بوردر انزيم تكسر الاوليجوبيبتايدز الى امينو اسيد وتمتص. الاحتمال الثالث ان تشغل مين؟ تمتصوا على هيئه داي وتراي بيبتايديز، داي وتراي بيبتايديز ودخله جوه الخليه وتعمل انترا سيلولار دايجيشن. انترا سيلولار مين؟ دايجيشن. الاحتمال الرابع والاخير شيله كما هو. يعني خد الاولجوبيبتايد اعمل لها بينوسايتوزيس ودخلها ابزوربشن. يبقى ذيس ار ذا فور مين روت فور الدايجيشن والابزوربشن بتاعت مين؟ بتاعت البروتين. اول حاجه اليومينال انزيم هيدروليز البروتين امينو اسيد بنكرياتيك انزيم اشهر منه. تاني حاجه بالبراش بوردر وتحوله لامينو اسيد ممتاز. تالت حاجه الداي والتراي بيبتايديز وتكمل انترا سيلولار دايجيشن. رابع حاجه انك تعمل ايه؟ فينوسايتوزيس. خده على بعضه وبعدين وصله الدم كما هو، يعني وزود يا براش بوردر ولا اليومينال ولا اي حاجه. الفيزس هيبقى عندي في الاستومك. ايه المشكله في الاستومك؟ مين اللي هيعمل لي دايجيشن؟ البيبسين. ودايما اي انزيم هيشتغل على البروتين لازم يكون مين؟ ان اكتف، سكريتد ان اكتف عشان ما ياكلش الانسجه بتاعتي. فمصد بي اكتيفيتد. مين اللي يعمل له اكتيفيشن؟ الاتش اس ال. ومن ثم يقول الاتش اس ال امبورتنت از ماتش از البيبسين، يعني 50% اتش اس ال و50% بيبسين. يعني البيبسينوجين وذاوت HCL no value. طب البادي وذاوت بيبسين no problem. ليه no problem؟ لان البروتين كان بي كومبليتلي دايجستد باي البنكرياتيك والانتستاينال براش بورد، مش محتاج البيبسين في حاجه. ومن ثم قلت امبارح معرفش ركزت ولا لا، الاستومك از نوت سو امبورتنت فور دايجيشن. اهميه المعده في مين؟ في الانترنسك فاكتورز، ان هي بتعمل سكريشن الانترنسك فاكتور علشان الساينوكوبالامين او الفيتامين بي 12. وذاوت الفيتامين بي 12 نو بروبلم. لكن البيبسين مش هيعمل مشكله. ليه مش هيعمل مشكله؟ لانه كود بي كومبنسيتد باي بانكرياتيك بيبتايديزس وانتستاينال بيبتايديزس. يبقى ده الكلام بتاعي. انا هيشتغل نوت اسينشال خالص. اشتغل في لو بي اتش، وطبعا بدل هو لو بي اتش ايه المشكله؟ لو زادت البي اتش بتاعت الاستومك مش هيحصل شغل خالص، ولذلك مفيش مشكله. طب وهي البي اتش بتاعت الاستومك هتزيد ازاي؟ بنقول هتزيد ازاي يا شباب؟ بايكربونيت. الحاجات اللي انت بتاكلها، الخضره اللي انت بتاكلها كلها بايكربونيت او المشروبات اللي انت بتاخدها. يبقى دي ممكن تلخبط البي اتش فتعمل عسر هضمي. تلخبط البي اتش وتعمل مين عسر هضمي؟ في الانتستن، مين اللي هيشتغل في الانتستن؟ البنكرياتيك بيبتايديزس اللي هم الخمسه اللي هم مين؟ تريبسينوجين. والكيمو تريبسينوجين والالاستيز والبروكر بوكسي بيبتايديز اي والبروكر بوكسي بيبتايديز بي. بنضيف عليهم بقى مين؟ الامينو بيبتايديز بتاع الانتستين وال ان ايز والدي ان ايز عشان النيوكليس. يبقى ده الايه الكلام بتاع هنا. في مشكله نفس الفكره، بدل ما هتطلع انزيم يشتغل على بروتين ماست بي سكريتد ان اكتف، لازم يتفرز غير نشط. طب هنشط التريبسينوجين ازاي؟ الايتروكاينيز ده موجود فين يا خالد؟ على البراش بوردر بتاع الديودينا. ايه اللي انا استفدت؟ انك ضمنت ان مجموعه الانزيمات اللي خارجه من البنكرياس ما تتنشطش الا في مكان شغلها. فين؟ في الديودينا. لان لو اتنشط بدري بيحصل اوتو دايجيشن للبنكرياس، يحصل بنكرياتيتس. لو عندك اوبستراكشن للبنكرياتيك دكت وحصل اكتيفيشن للبنكرياتيك انزيم، خلاص البنكرياس الى الدنيا السلام، ده حاجه فيتا، حاجه مميته. فلازم علشان اضمن ايه؟
ان البنكرياتك بيبتايديزس كان تي بي اكتيفيتد انتل ريتشنج ذير سايت اوف اكشن، احط الاكتيفيتور فين؟ في السايت اوف اكشن اللي هو مين؟ الانتيرو كاينيز المنشط المعوي. انتيرو يعني انتستين، كاينيز يعني منشط. هيكسر مين لمين؟ هل تريبسينوجين يحوله لمين؟ قول للتريبسين نشط اخواتك بقى اللي هم مين؟ الكيمو تريبسين والكلام. شوف الرسمة هنا، هنا دي المشكلة، ده الديودنم، هنا الانتيرو كاينيز لازق على الديودنم على البراش بوردر بتاعت الديودنم، شغلانته واحدة بس ان هو يعمل مين؟ اكتيفيشن للتريبسينوجين، يحوله لمين؟ للتريبسين، والتريبسين يشتغل عليهم كلهم بعد ده. يبقى انا كده ضمنت ان عملت بريفنشن للاوتو اكتيفيشن ايرلي، بدري ان هو ممكن يحصل. ولذلك بقول لو عندك بنكرياتك داكت اوبستراكشن حصل ايرلي اكتيفيشن بنكرياتك انزيم، حاجه فيه تاكل الدايجيشن، تعمل دايجيشن للبنكرياس واي بروتين موجود جوه الخليه. دايجيشن البروتين خلاص، ها اهو نفس الفكره. الاستومك مش سيجنيفيكانت قوي، الانتستين تخش على الامينو اسيدز دايبيبتايديز والترايبيبتايديز. عشان تمتص هتمتص مين؟ امينو اسيدز والداي والتراي وممكن اوليجو بيبتايدز، بيبتايد صغير كده. هنا قلنا الامينو اسيدز والداي بيبتايد والتراي بيبتايد ار ابزوربابل غير مين؟ ها يا بصير، غير مين؟ غير الكربوهيدرات يا شباب. انا قلت الكربوهيدرات لازم تكون في السيمبلست فورم اللي هي مين؟ المونوساكرايد. ده انت هنا هتمتص داي وتراي وممكن تاخد كمان اوليجو بيبتايد على بعضها. اوليجو بيبتايد على بعضها كان بي ابزورب، كان بي ابزورب. الابزوربشن البروتين خلاص، ها البروتين ابزورب اس يا امينو اسيد يا داي وتراي يا مين ممكن هول بروتين. الامينو اسيد تمتص ازاي؟ هتمتص ازاي الامينو اسيد؟ مع سكندري اكتف ري ابزوربشن مع الصوديوم، زيها زي الفيتامينز. سكندري اكتف ري ابزوربشن مع الصوديوم. عندي كام نوع من الكو ترانسبورت هنا؟ يا اما بيزك امينو اسيد، يا اسيدك امينو اسيد، ها يا نيوترال امينو اسيد، يا امينو امينو اسيد. اربعه كارير. يبقى فور سيبريت كو ترانسبورتر، وان فور اتش، نيوترال او اسيدك او بيزك او امينو. حد من الشطار يقول لي بقى طب الداي والتراي اللي انت وجعنا بيهم مين هيمتصوا ازاي؟ مين الموست كومن فورم اوف بروتين ابزوربشن؟ امينو اسيد ولا داي وتراي ولا هول بروتين؟ الكومنست فورم از داي وتراي. مشكله دي معلومه غريبه. يبقى الكومنست فورم مش الامينو اسيد، الكومنست فورم مين؟ هي الداي وتراي. هنا الداي وتراي ابزوربشن او موست اوف انجستد بروتين ابزوربد از داي وتراي بيبتايد فورم راذر ذان فري امينو اسيد. من خلال مين بقى؟ ها حاجه اسمها صوديوم هيدروجين كو ترانسبورت. صوديوم هيدروجين مين؟ كو ترانسبورت. هذا الهيدروجين و ها سوري مكان الصوديوم جبنا هيدروجين، هيدروجين كو ترانسبورت بيسموه ها البيبتايد ترانسبورتر 1. بيبتايد ترانسبورتر 1. دخلنا هنا مين؟ الداي والتراي جوه الخليه. هنكمل بالخطوه الثالثه المميزه للبروتين يا عبد الله اسمها الانترا سيلولار دايجيشن، انك تحول الداي والتراي بالبيبتايديز، داي بيبتايديز والتراي بيبتايديز تحوله لامينو اسيد، والامينو اسيد يصل الدم عن طريق فاسيليتيتد ديفيوجن من تركيز عالي لتركيز قليل في وجود الكارير بروتين. اللهم بلغ، اللهم اشهد. في اي استفسار؟ فور ها فور مي ذا موست امبورتنت بوينت از ابزوربشن اوف كربوهيدرات فور ذا انتستين. كلها فرق في مين؟ برايمري اكتف سكندري اكتف. في اي استفسار؟ ام اس كيو ممكن يجي لك بقى حاجه خفيفه. نقدر دكتور نعتبر الصوديوم باليومينال سكندري اكتف ترانسبورت بناء على الانتراسيلولار صوديوم؟ لا، الصوديوم ده فاسيليتيتد اللي بتركزه في اليومين اعلى من بره. انت دايما عشان تشوف تحدد نوع الترانسبورت شوف التركيز على ناحيتين وشوف الكارير وشوف الانرجي، ثلاث خطوات. يبقى اول حاجه الصوديوم في اليوم من اعلى من جوه، يبقى ده ديفيوجن معاه كارير يبقى فاسيليتيتد ما معهوش انرجي خالص. ماشي يا شباب، في اي استفسار؟